والسؤال الاول الحقيقه اللي سالته له السؤال الاول اللي سالته له بشكل واضح، انت تاجر اثار ولا هاوي مفتون بجمع الانتيكات والقطع الفنيه النادره؟ فاجاب علي اجابه تتعلق بالاتي، مضمونها الاتي: انا لو تاجر اثار كنت بشتري علشان ابيع او ببيع علشان اشتري، لكن طول الوقت على مدار 60 سنه فاتت مفيش واحد في سوق الانتيكات والتحف في مصر بيقول ان انا كنت ببيع اي حاجه. والدليل على كده انه الناس لما دخلت الشقه اكتشفوا الاف من القطع الفنيه والنادره المختلفه اللي بتعود لعصور مختلفه، سواء عصور داخل مصر في التاريخ المصري او في غير التاريخ المصري، كلها كانت جوه الشقه ما بعتهاش، فده ينفي عني تهمه الاتجار. فسالت سؤال تاني يتعلق بهذا الامر، ولكن النيابه العامه في ادله التحقيق وادله الاتهام وجهت لحضرتك تهمه الاتجار. دفعت عن نفسك ازاي واتكلمت قدام النيابه العامه ازاي؟ وهنا كان في مزيد من التفاصيل التي خرجت لاول مره للراي العام المصري عن كواليس التحقيقات، لانه الحقيقه هذه القضيه احنا ما عرفناش انا اي حاجه الا من خلال البيان الاخير اللي صدر من النيابه العامه المصريه، وكان بيان واسع الحقيقه وبنشكر النيابه العامه عليه.